صباح الخير متابعي فقرة حياتك والطقس من طقس العرب، وأهلا وسهلا بالمتابعين اللي انضموا لنا من جديد. نهار اليوم الاثنين بتضلها الأجواء بإذن الله مستقرة وأجواء ربيعية وأطفأ بقليل من يوم أمس الأحد، وطبعا درجات حرارة بإذن الله أعلى من معدلاتها السنوية ولكن تتفرق الغيوم العالية. أما كيف رح يأثر هذا الطقس الدافئ واللطيف على نشاطاتنا اليومية؟ اليوم الجلسات الخارجية فكرة جيدة، وغسيل السيارات ورش الغسيل اليوم الأجواء ممتازة لمثل هاي النشاطات، واللي حابين يروحوا على البحر الميت اليوم الأجواء جيدة باستثناء السباحة بسبب برودة المياه. وتسوق اليوم فكرة ممتازة وبتضل طبعا فرصة وجود الناموس في الجو شبه معدومة، وطبعا اليوم رح تضلها صحتنا بإذن الله طبعا متأثرة في هذا الطقس طول فترة الشتاء، فبدي منكم تدفوا حالكم كتير منيح واشربوا كتير من السوائل اللي بتحتوي على فيتامينات خصوصا فيتامين سي. لكن الأشخاص اللي بيعانوا من الربو اليوم بسبب انعدام فرصة وجود الغبار في الجو فرح تكون فرصة تأثركم في هذا الطقس ضعيفة. أما اللي بيعانوا اليوم من الروماتيزم دفوا حالكم كتير منيح لأنه الأجواء هاي طبعا بتزيد نسبة المرض عندكم. الرياضيين اللي حابين يمارسوا حياتهم الرياضية في كافة أشكالها اليوم الأجواء جيدة لمثل هاي النشاطات. بالنهاية بدي أنصحكم تخلوا معكم الجاكيتات، مع إنه الأجواء اليوم لطيفة ودافئة ولكن احموا حالكم إذا كان في هواء شرقي اليوم. أنا لهون بدي أتمنى لكم نهار جميل ودافئ، وما تنسوا تشتركوا على قناتنا على اليوتيوب وأيضا فعلوا زر الجرس. إلى هنا، إلى اللقاء.